مكان الداخل إليه مفقود والخارج مولود. مثل شعبي سوري شهير يدل على خطورة المنطقة، إلا أن تلك الكلمات تحولت لحقيقة، وهذا ما حدث لقيس الزرور في مغارة عين الدلبة. قرر المغامرة فترك أصدقاءه ودخل وحيداً للهياكل والجماجم البشرية، لكن المفاجأة أن اختفى الصغير دون أثر، أين اختفى قيس؟ ولماذا فرق البحث لم تجده؟ وما حقيقة الجماجم والعظام البشرية في المغارة؟ وما علاقة كلاب الشرطة باختفاء الشاب قيس الزرور؟ خرج مجموعة من اليافعين وهم طلبة في مرحلة الصف الثالث الثانوي، ومن بينهم قيس الزرور. خرجوا في رحلة استكشافية لمغارة عين الدلبة التي نالت شهرة واسعة بفضل تصوير مشاهد مسلسل الزند فيها الأيام الماضية، لكن باغتتهم المفاجأة وانتهى كل شيء بطريقة غير متوقعة. خرج الشباب من المغارة وبصحبتهم قيس، إلا أن قيس قرر العودة مرة أخرى للمغارة ولم يخرج بعدها مطلقا. ورغم البحث المكثف من فرق الإنقاذ والأهالي داخل عين الدلبة، فإنه لم يتم العثور على أي أثر لقيس الزرور، حيث مشط الدفاع المدني المغارة 4 مرات على الأقل بالإضافة إلى متطوعين، لكن بلا جدوى. فلغز اختفاء قيس يشغل الأوساط السورية إلى حد كبير، فقد أكد شهود عيان من سكان المنطقة أنهم وجدوا في المغارة هياكل عظمية وبقايا بشرية بها أسنان بشرية وعظمة كبيرة، بالإضافة إلى سراديب غامضة، فيما شكك والد الطالب السوري برواية أصدقاء نجله الذين كانوا برفقته، حيث إن نجله اختفى 12 ظهرا، بينما رفاقه قالوا إنه اختفى في 3 ظهرا، فكيف يكشف لغز الاختفاء؟ انقضت 10 أيام على اختفاء الشاب قيس من دون العثور على خيط يدل إليه، فطالب عدد من الأهالي بالاستعانة بالكلاب البوليسية للبحث عنه بعد عجز أجهزة النظام من عناصر دفاع مدني إلى ضفادع بشرية عن إيجاده. وكانت الضفادع أنهت عمليات البحث في سد دريكش ونهر الدلبة من دون العثور على أي أثر للشاب المفقود قيس الزرور. المغارة الملعونة التهمت الشاب في متاهتها، فلم يستطع الخروج منها مرة أخرى، أم أنها مسكونة فاختطفه أهل العالم السفلي؟ كل هذه الروايات قالها أهالي المنطقة، ومرة أخرى قام عدد من أهالي قرية رسلان والقرى المجاورة بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني بالبحث عن الشاب. كما أن الأهالي وصلوا إلى نهاية المغارة وبحثوا جيدا في كل مكان يمكن أن يتم العثور فيه على الشاب أو أي شيء يدل عليه، ومن الأهالي من طالب بالاستعانة بأحد المنجمين الذين يتواصلون مع العالم الآخر للكشف عما إذا كان الأمر متصل بالجانب الآخر من الكواكب، وذلك لسماعهم بأن المغارة مرصودة، بينما قال جمع منهم يجب الاستعانة بالكلاب البوليسية لاقتفاء أثر الشاب والوصول إليه. حالة من التساؤلات تخيم على ريف طرطوس، أين اختفى قيس وسط ذهول والديه اللذين ما كف عن البحث عنه حتى اليوم العاشر، آملين في العثور على نجلهم، بينما يقف الأهالي جنبا إلى جنب مع والدي قيس في محنتهما، فضلا عن عمليات البحث المستمرة للوصول للطالب المختفي. وعما إذا كان قيس يعاني من شيء، فقال والده إن ابنه لا يعاني من شيء وهو طبيعي، كما أن حالته الصحية جيدة باستثناء ضعف بسيط في النظر، لافتا إلى أن روايات رفاقه في التحقيقات كانت متضاربة، وهو ما يثير الشك لديه.